بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبابي في الله، تخيل لو واحد ابن وزير في حملة من الحملات اتاخد، محدش عارف هو مين. تخيلوا يا جماعة ده وهو قاعد كده ومقبوض عليه، هيبقى حالته ايه؟ مطمن وبيضحك ليه؟ لأن أبوه لا يمكن هيسيبه نص ساعة إلا ويخرجه. يقينا أبويا جاي دلوقتي مش هيسيبني لوحدي. إحساس إنك تبقى مسنود في الحياة، إحساس بيخليك والناس كلها منهارة والناس كلها خايفة، وأنت مطمن وأنت مطمنة لأنك أنت مسنود في الحياة. فكلي واشربي وقري عينا، إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما وجدت أعز من مأواك، مالي ومال الأغنياء، وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء، وأنت يا ربي عظيم الشان ما أقواك. تعالوا يا جماعة نعيش مع جنة قول الله، فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. الآية دي يا جماعة ما اتقالتش في حفلة مبهجة، الآية دي يا جماعة ما اتقالتش في فرح، الآية دي يا جماعة ما اتقالتش في موقف فيه فتح ونصر، الآية دي اتقالت في موقف جبار. تعالوا ما نشوف الموقف اللي ربنا قال للسيدة مريم كلي واشربي وقري عينا. فأجاءها المخاض، واحدة بنت عندها 13 سنة فجأة تلاقي نفسها حامل ومش هتقدر تواجه الناس وتواجه المجتمع من الرعب والفزع اللي هي فيه. تهرب السيدة مريم، تهرب وتمشي في الصحراء لوحدها. فأجاءها المخاض، يجي المخاض بتاع الحمل وهي الوحيدة في الصحراء مش لاقي حاجة غير جذع نخلة ميت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، تروح بكل ألم تتسند على جذع النخلة وهي بتولد، والمخاض بيضرب بآلام فيها ضرب شديد. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة وهي في وسط الألم، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ريتني كنت مت قبل ما الجذع ده يموت. فناداها من تحتها ألا تحزني. مين اللي عارف اسمي هنا؟ مين اللي اكتشف اللي أنا فيه هنا؟ يطلع ابنها ضناها سيدنا عيسى. ألا تحزني، لما ما احزنش دلوقتي أمال احزن امتى؟ ومين اللي يحزن بعد كده لو واحدة في الموقف ده؟ ما تحزنش، قد جعل ربك تحتك سرية، ربنا أجرالك نهر في الصحراء دي. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، ربنا هيحيي النخلة من غير أسباب زي ما أحيا عيسى في بطنك من غير أسباب. فكلي واشربي وقري عينا، كمان كلي واشربي وقري عينا. ده لو امرأة فاسدة يا جماعة هتبقى مفزوعة في الموقف ده. السيدة مريم الطاهرة البتول، ازاي كلي وكمان اشربي وكمان قري عينا، ما تبصيش يمين ولا شمال، خليك في قمة الاطمئنان. الامن اللي ربنا اداه لقلبها ده والاحساس انها مسنودة كانت النتيجة بتاعته. فاتت به قومها تحمله، راحت لقومها تواجههم بسيدنا عيسى بدون اي خوف. يعني المطلوب ايه؟ المطلوب افرح مهما كان الخطر، افرح مهما كان البلاء، افرحي واضحكي مهما كان الكرب. انت مسنود، طول ما انت مع ربنا انت مسنودة. الغلام اللي في وسط مجاعة من المجاعات الرهيبة اللي مرت بالأمة، واحد من العلماء ماشي مكتئب ومخنوق، فلقى الغلام قاعد يرقص ويضحك، فبيقول له يا غلام أترقص وتضحك والناس في هذا القرب؟ فقال ومالي لا أضحك ولي سيد يملك حديقتين. ده أنا مسنود قوي، ده أنا خدام عند باشا من البشوات، أخاف من المجاعة ليه؟ فمضى ذلك العالم وهو يقول له سيد يملك حديقتين ولا يخاف، ولي رب يملك السماوات والأرض وأخاف. الآية يا جماعة فيها وقفتين مبهرين. الوقفة الأولى في آية فكلي واشربي وقر عينا، إن الدين فرحة، إن ربنا في فرحة بالله، ان الآية بتشع فرح. يا جماعة الدين فرحة، استغفر تفرح، توبي تفرحي، اتحجبي تفرحي، اتكلم عن ربنا تفرح، صلي قيام ليل تفرح، الدين فرحة. عجائب فرح الصالحين في وسط الازمات، في وسط غزوة بدر والمشركين جايين والمسلمين متوقعين جزيرة العرب كلها جاية تبيدهم، ربنا بيقول أمنة النعاسة. الصحابة نايمين، الناس بيناموا الوقت بالمهدئات من الرعب اللي هم فيه، والصحابة نايمين ولا في بالهم. وفي وسط المعركة، في وسط غزوة تبوك أشق غزوة في تاريخ السيرة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مش علينا، لنا مش جاي غير الخير. في وسط غزوة الأحزاب والجزيرة العربية كلها جاية تستأصل الإسلام والمسلمين،
الرسول عليه الصلاة والسلام بيحفر في الخندق يقول الله أكبر. إيه يا رسول الله؟ يبشر الصحابة بكنوز كسرى وقيصر في وسط سورة هود اللي بتتكلم عن تهديدات أهل الباطل المرعبة لأهل الحق. ربنا يوصف سيدنا إبراهيم جاء بعجل حنيذ مشوي. هو في الجو المرعب ده في حد عنده مزاج يشوي ويعمله كمان بطريقة الحنيذ، الطريقة المشهورة إن هي قمة المتعة يا جماعة. إيه يا إخوانا ده؟ عجائب فرح الصالحين مهما كان الكرب ومهما كان ليه؟ لأن هم حاسين إن هم مسنودين. واحد ابن وزير يقولوا له حد هيوقفك في حملة يقول لهم ده أنا أحطه تحت درسي ليه؟ حاسس إنه مسنود مطمن في الحياة. عجائب فرح الصالحين في الحياة عموما يا جماعة. كنت بقرأ امبارح قول الله وللآخرة خير لك من الأولى، قلت يا يعني كل اللي جاي أحسن من اللي فات. حسيت بأمل خلاني وأنا بصلي حاسس إن أنا فرحان يا جماعة، فرحان مهما كان الكرب. من الآيات اللي بتزلزل قلبي وأصلح بالهم، البال اللي هو الخواطر. أحيانا في واحد يقول لك مش عارف أنام من الخواطر اللي عندي قبل النوم، واحد يقول لك أنا في الضيق بيجي لي خواطر بتعصف في نفسيتي. أصلح بالهم اللي باله صالح مهما كانت الأزمات، اللي هو يقول لك ولا في بالي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولا يهمني، ده اللي حاسس إن هو مسنود قوي. عجائب فرح الصالحين في العبادة، من الكلمات اللي بتهز قلبي كل ما المؤذن يجي يقيم للصلاة يقول قد قامت الصلاة، قد قامت، قد قامت ديت يعني كأني ملهوفين على لقاء الملك، يا ملهوفين على مقابلة الملك، خلاص جه الوقت. العبادة كلها أمل وكلها فرح لأن كلها اتصال بمصدر الأمل والفرح في الحياة. الوقفة الثانية في الآية غير ان الدين فرحة والآية كلها فرحة، الوقفة الثانية الرهيبة في الآية يا جماعة حنان ربنا، الوقفة مع حنان الله ازاي؟ فكلي واشربي وقري عينا. بحس فيها لما الاقي بنتي مثلا او اب يلاقي ابنه او بنته مهموم وحزين وهيموت نفسه من الحزن عشان مشكلة حصلت له، الاب يقول لابنه اوعى تخاف اوعى تزعل نفسك انت هتشوف ابوك هيعمل لك ايه ولا تشيل هم. الاب مش عايز ابنه يحزن، ربنا بيقول لمريم هتشوفي ربك هيعمل لك ايه، اطمني اشارت اليه انت شاوري بس وشوف انا اعمل لك ايه. يعني لما بسمع كلمة الشمس والقمر بحسبان بفتكر يعني لما ام تلبس ابنها لبس خفيف في الصيف احسن الولد يحتر، ولبس تقيل في الشتاء احسن الولد يبرد، حسباله الهدوم. ربنا حاسب لنا بعد الشمس وبعد القمر وسمك الغلاف الجوي وسمك القشرة الارضية، ده حنان اشد من حنان الام يا جماعة. آية زلزلت قلبي وكانت السبب في السلسلة ده كلها، وانا بقرأ في سورة القصص واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، عديت الاية وبعد كده حسيت ان انا اتصدمت. ارضعيه؟ ربنا بيقول لأم وهي حضن ضناها رضع ابنك يا رب، ده وأم في أشد لحظة حنان على ابنها ربنا بيوصيها بابنها، يعني يا رب انت أحن بينا من أمهاتنا، يعني يا رب انت أحن بينا من أحن ناس علينا في الوجود، أن أرضعيه يا حنانك يا رب يا حنانك. ربنا مش دكتور مادة انت خايف انه يسقطك، ربنا مش مدير شغل انت خايف انه يرفدك، ربنا حبيبك. ربنا لو ما عرفتش حنان ربنا انت مش راح عليك فرصة شقة في المساكن الشعبية تبع المحافظة، مش راح عليك فرصة وظيفة مرموقة كانت معروضة وانت ما عرفتهاش، مش راح عليك فرصة انك تصاحب واحد كريم كان هيديك 100,000 جنيه، انت راح عليك فرصة احن واحد عليك في الوجود، اكرم واحد في الوجود، اغنى واحد في الوجود، اكتر واحد ممكن يحبك في الوجود. كنت في جولة مع مجموعة من الشباب بقول لهم يا جماعة حد منكم الوقت فيه واحد لو انت رحت زرته هيموت من الفرح عشانك، هيجري يهرول وينزل من باب الشقة ويستناك يتلقاك في الشارع من كتر فرحه بيك. قالوا لي لا مفيش، قلت لهم الوحود في الوجود اللي يفرح بيكوا كده ربنا، من اتاني يمشي اتيته هرولا، الوحيد اللي يفرح بيك كده. من الايات اللي بتهز قلبي من الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، يعني ايه ان ربنا يعاتب عبد في العرض على الله يوم القيامة؟ ان انت مرضت وما عدكيه او ان انت مرضت وما عدكش. حسيت كأن اب ابنه سافر في الغربة فعارف ان ابنه مريض فزعل قوي من اي حد ما راحش زار ابنه، شفتوا ربنا متحنن علينا في غربتنا في الدنيا ازاي. من الكلمات اللي بتزلزل قلبي يا جماعة وربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن قبض العبد الصالح عن موته يقول وانا اكره مساءته
ولا بد له منه، لازم يموت. بحس بالاب وهو بيدي حقنه لابنه، الحقنه مش بتدخل في جسم ابنه قبل ما بتدخل في قلب الاب، ولكن الابن هيموت لو ما خدهاش. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان من غير دواء الابتلاء ودواء مشق الحياه العبد الصالح مش هيوصل لربنا. كلام كله حنان، ولتصنع على عيني. بحس على عيني دي ان ربنا بيقول لسيدنا موسى اوعى تفتكر ان في اي ازمه من ازمات حياتك انا ما كنتش معاك، اوعى تفتكر ان في اي مشكله من مشاكل حياتك انا ما كنتش معاك، اوعى تفتكر ان انا سبتك، اوعى تفتكر انك ما كنتش تحت عيني في كل لحظه من اللحظات. بس كان لازم تصنع، زي ما الاب يتمنى ان ابنه يبقى راجل وينزل ويشتغل، بس يفضل مراقب ابنه وهو بيشتغل عشان بيحبه وعشان حنانه عليه. يا اكتر واحد نفسك انه يتصل بك مين الوقت يا جماعه؟ ربنا اغنى منه واكرم منه. اكتر واحد نفسك تقيمي، اكتر واحده نفسك تقيمي علاقه معاها مين؟ ربنا اكرم منها واحن منها. اكتر واحد نفسك انك انت تتصل بيه ويتصل بيك الوقت مين؟ ربنا اعظم منه واحن منه وبيحبك اكتر منه. حنان الله. عرفت حبيبك مين؟ عرفت حبيبك مين؟ الآية دي بتعرفنا مين حبيبنا يا جماعة. فكلي واشربي وقري عينا. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان يعني الدين فرحة يا اخوانا، الدين فرحة. وفي ناس كتير قوي حرمة نفسها منها. الدين فرحة، في ناس كتير قوي مش مصدقة كده وعايشة في عذاب، ولو عرفت الدين فرحة قد ايه عمرها ما تعيش في العذاب اللي هي فيه. انضم للفريق الفرحان، انضم للفريق الفرحان. استغفر تفرح، توبي تفرحي، البس حجاب امهات المؤمنين تفرحي، استغفر تفرح، سبحي تفرحي، اقرا القرآن تفرح، قوم الليل تفرح، صومي تفرحي. الدين فرحة، انضم للفريق الفرحان. الشيء الوحيد اللي ممكن يخليك فرحان مهما كانت الظروف هو الدين، حاجة الوحيدة. حتى عند الموت الانبياء كانوا بيموتوا هم فرحانين، حتى في عز الازمات الدين فرحة. الدين هو الشيء الوحيد اللي يخلينا فرحانين. عشان كده انا عايز اقول لكم ايه، انا عايز اقول لكم اول حاجة افرح. افرح لانك مسنود قوي، افرحي لانك مسنودة قوي او قاوي الى ركن شديد. انت بتقوي ركن شديد. رحم الله اخي لوطا اذ كان يأوي الى ركن شديد. انت مسنود، افرح. افرح لانك انت جندي من جنود ربنا سبحانه وتعالى. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. افرحي. يعني جواز سفر من الجوازات الاوروبية ذهلت لما عرفت ان مكتوب عليه نحن نجيش الجيوش من اجلك. ربنا ممكن يجيش الجيوش عشانك. افرح، افرح عشان وعود ربنا ليك. فلنحيينه حياة طيبة. تصدقي ان ابن عباس بيقول الحياة الطيبة هي السعادة؟ تصدق ان ابو بكر الوراق بيقول الحياة الطيبة هي حلاوة الطاعة؟ يعني الحياة الطيبة هي السعادة في الدين والسعادة في الدنيا. عايز اقول رقم واحد، خلي ربنا سندك في الحياة، خلي ربنا اوقاوي الى ركن شديد. لان يا جماعة احنا مش دين تبشيري، يعني دين بيقولك مجرد انك مؤمن خلاص، لا، لازم عشان ربنا يبقى سندك تبقى انت مع ربنا طول الحياة. الحاجة التانية، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لو انت انضمت لجنود الله هتبقى خلاص اللي واخد نسرين على كتفه حدش يقدر يقرب منه. ليه؟ منتسب الى الدولة. طب اللي منتسب الى الله بالعبودية، اللي منتسب الى الله بالجندية لدين الله، مين اللي يقدر يقرب منه يا جماعة؟ مين اللي يقدر؟ استبشروا، افرحوا، قربوا من ربنا سبحانه وتعالى. الدين هو اعظم فرحة تقربنا من الله. الدين هو اكتر فرحة تعرفنا عظمة ربنا سبحانه وتعالى. احد الصالحين مرة الحجاج ابن يوسف الثقفي اتخفى ونزل يطمن كده الناس بتقول ايه عليه، فلقى واحد قال له ما رأيك في الحجاج؟ فالراجل عرفه قال له ظالم وكذا وكذا. الحجاج غضب وشه احمر قال له اما علمت اني الحجاج؟ قال له واما علمت ان ربي الله. انت مسنود على خليفة، انا مسنود على مالك الكون كله، انا مسنود على مالك الملك كله. فكلي واشربي وقري عينا. انك انت تبقي مسنودة في الحياة مطمنة ان محدش يقدر يأذيكي، ان محدش يقدر يقرب منك. يقولك ان في طبقات في المجتمع الوقت بتنام وهي مطمنة ان محدش يقدر يقدر عليها حياتها. محدش، دول قيادات عليا في البلد، محدش يقدر يبوظ عليهم نظام حياتهم. انما الناس الغلابة ممكن اي حد يجي يهددهم او يأذيهم. انما اللي مع الله من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب.
ايه رايكم ننضم للفريق الكسبان؟ ايه رايكم ننضم للفريق؟ فكلي واشربي وقري عينا. الواو دي يعني عيشي عيشه، يعني عيشي وانت بتتمتعي ومطمنه ان لا يمكن ربنا يسيبك ابدا. اللهم احي قلوبنا بمعرفتك يا رب، ايقظ قلوبنا بمعرفتك يا رب، انر قلوبنا بمعرفتك يا رب، اضئ قلوبنا بمعرفتك يا رب، زك نفوسنا بمعرفتك يا رب، قو عزائمنا بمعرفتك يا رب. اللهم احينا بالعلم بك، اللهم صلنا اليك يا واصل المنقطعين، صلنا اليك. اللهم احي قلوبنا بالقران، اللهم ايدنا بروح منك، اللهم ايدنا بروح منك. اللهم استعملنا في الكلام عنك ليلا ونهارا، اللهم استعملنا في تعريف خلقك بك ليلا ونهارا، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي.